مرحبا، اليوم الجمعة 30 الشهر مبلش أخبارنا كالعادة مع الحمل اللي عم تستفيد اليوم من ظروف ومستجدات إيجابية وبتعرف تحول بحياتك، بترغب بأنه تنجز أعمال بشكل محترف وبنفس الوقت بدك ترفه عن نفسك، وقد تحقق الأمرين معا خلال هالوقت. عاطفيا بتعيش مشاعر مميزة مع الحبيب وبيكون المجال متاح أمام نقاش صريح بيساهم بتحقيق تقارب وتفاهم بينكم. أما الثور فعليك التزام روتينك المعتاد وعدم ارتجال مواقف وأحداث جديدة بحياتك على الأقل خلال هالنهار. عاطفياً واجتماعياً بتتعرض علاقاتك للكثير من الضربات الموجعة واللي بتخليك تعيد النظر بمن تعتبره صديقاً أو حبيباً. نوصل لعند الجوزاء اللي تبدو اليوم نشيط ومستعد للمشاركة بمناسبة أو تلبية دعوة اجتماعية. علاقاتك ممتازة وانت بتكون المسيطر على تفاصيل حياتك، بينجح بك بهالنهار كل عمل فكري وثقافي، كما انك تبرع بالنقاش والمفاوضات. بالحب بتتألق وتفرض جاذبيتك وشروطك وبتعيش حياتك مثل ما بدك. السرطان ما تتسرع بعقد اتفاق جديد، وحاول انه تطلب مهلة او تستكشف المزيد من المعلومات قبل ان تتخذ القرار. قد تتحمس للبدء بمشروع او عمل جديد، بس عندك فرصة لزيادة الأرباح وبذل الجهود من أجل إنجاح مساعيك المختلفة. عاطفياً بغيب أحد الأشخاص اللي بتحبهم وبيبتعد لبعض الوقت. الأسد عم ترغب بالقيام بتغييرات كثيرة وقد تتسرع ببعض الأحيان وتتسبب بالأذى لنفسك. النصيحة الأهم لهالنهار هي أنه تبتعد عن الاندفاع والتهور ولا تتخذ قرارات جديدة. بشير الفلك أيضاً لزوار غير متوقعين أو صديق قديم بيتواصل معك من جديد. عاطفياً تكسب محبة وتعاطف الآخرين معك. العذراء قد تفتح بعض الملفات القديمة بدون سابق إنذار وتكثر النقاشات وربما توجه لإلك ملامة أو انتقاد. عليك أن تحمي نفسك من كلام الناس والابتعاد عن تلك الأجواء الصاخبة قدر الإمكان. من جهة تانية قد تستطيع القيام بخطوة شجاعة والتغلب على مخاوفك بشأن موضوع شخصي أو عاطفي. نوصل لعند الميزان اللي عم تعرف يوم مناسب لإلك، فأنت محاط بالأصدقاء والأحباء وقد تتلقى الكثير من الدعم بهاي الفترة. عندك فرصة إحداث تغيير إيجابي بحياتك، وقد تكون المشاريع اللي بتبدأ فيها هلأ ناجحة إذا كنت بتعتمد التعاون والمشاركة بأسلوب عملك. أما العقرب فبتكون المجالات المهنية والعائلية هي أكثر ما تشتكي منه بهاي الفترة. قد يكثر الضغط عليك وتتراكم الأعمال الصعبة اللي ما فيك تأجلها أو تتخلى عنها. تقبل حقيقة أنه في بعض الأحيان عندك إرادة غير إرادتك بتتحكم بالظروف والتفاصيل بحياتك، لهيك لازم تجاريها هلأ. عاطفياً نفوذ الحبيب يبدو أقوى، قد تضطر لمسايرته أيضاً. قد يكون هيدا النهار مهم على صعيد القرارات اللي بتأثر بمستقبل القوس. بتتمتع اليوم بإيجابية وتفاؤل كبير وبتتحرك باتجاه إنجاح المشاريع والأعمال. بيكون تواصلك الاجتماعي مكثف وتزداد معرفتك بالأصدقاء والغرباء على حد سواء. الجدي تبدو اليوم متحمس للخطوة التالية بحياتك، بس ما تتسرع وفكر جيداً قبل اتخاذ قرارات جديدة. قد تلتقي أصدقاء ومحبين كثر وبيكون التفاهم مسيطر على علاقاتك بالإجمال. أما بالحب فيبدو أنك تحت تأثير مشاعر شديدة لا تعرف الهدوء أو الحلول الوسط. الدلو عم بتميل لحسم علاقة أو شراكة، اليوم بيكون مصيري لمعظمكم، وقد يكون من الأفضل التأقلم السريع مع أي ظروف ومستجدات تحصل. اجتماعياً هو يوم جيد وبيكون باستطاعتك أنه تحقق شعبية واسعة. أما صعيد العاطفة فقد تكون المواضيع الأكثر تعقيداً بس ذاهبة باتجاه الحل. ختاماً مع الحوت اللي عم تعمل اليوم ضمن أجواء مختلفة وتشعر بشيء من الغربة والحنين. ركز جهودك على أهداف أساسية، فقد تستفيد من الظروف الفلكية لتحقيق بعض الأرباح أو الإنجازات الجيدة. قد تجتمع المسائل العاطفية والعائلية والمهنية بنفس الوقت، ويكون التحدي أمامك كبير حتى تنظم حياتك أكثر وتبادر لحل الأمور العالقة. مولود اليوم شخص طموح متحمس مجتهد وطيب القلب. لا تساوم مع العمل، عندك القيادة بالمشاريع اللي بتقوم فيها. تحسن التصرف ويمكنك بسهولة إقناع الآخرين، بس لازم تنتبه من ميولك إلى أن تكون مضطرب وشكاك.